وفي اتصال هاتفي من كندا أشار سعادة السيد محمد ثامر الكعبي وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني إلى أن الجهود التي بذلت في الفترة السابقة وكانت عاملا أساسيا في تحقيق هذا الهدف، مشيدا بدور جميع المعنيين بشؤون الطيران المدني في هذا الإنجاز. طبعا الترقيق على السلام هناك في 8 عناصر، فرق الترقيق التابع للمنظمة دقق عليها، وهذه 8 عناصر معمول بها في الترقيق على جميع دول العالم. هي تتطرق إلى الهيكل التنظيمي، توفر الكوادر الوطنية والمدربة، التشريعات الموجودة المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران، القدرة على الترقيق والقيام بالدور الرقابي. فهذه العناصر المهمة تم الترقيق عليها من قبل فريق الإيكاو، ولقوا أن البحرين عملت قفزة كبيرة من عام 2018 إلى السابق اللي هو كان الترقيق الأول في 2016، شافوا قفزة كبيرة وبناء عليها تم التقييم على حصولنا على 84%.